السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. عايزين نبدأ مع بعض كده سريع، نعمل ريفيجن بس على المحاضرة اللي فاتت ونفتكر كده مع بعض ايه الحاجات الأساسية، لأن الدنيا كانت ضايعة منكم خالص النهاردة في المحاضرة. فعايزة أرجع تاني إن في تكوين شركات التضامن في عندي 3 حاجات أساسية، 3 معلومات أساسية موجودين في المسألة لازم أطلعهم قدام عينيا. إيه هما الـ3 حاجات اللي لازم أطلعهم؟ أول حاجة رأس مال الشركة، تاني حاجة عدد الشركاء، تالت حاجة النسبة اللي أنا بوزع بيها رأس المال بين الشركاء. يبقى الـ3 حاجات الأساسية اللي احنا هنطلعهم قدام عينينا أول ما نشوف مسألة فيها تكوين شركة تضامن: رأس المال، عدد الشركاء، النسبة. نيجي بقى كده مع بعض نشوف المسألة اللي موجودة عندنا عشان نطبق عليها، اللي موجودة في صفحة 33. في عندنا هنا مسألة، يلا نبدأ كده نراجع على الحاجات اللي احنا بنقولها. يبقى أول حاجة هنا هنطلعها ايه؟ رأس المال. رأس المال يساوي كام؟ 20,000 جنيه. تاني حاجة عندنا عدد الشركاء، في عندنا كام هنا؟ عدد الشركاء 2. النسبة، رأس المال اللي هو 20,000 جنيه بيتقسم بين الـ2 شركاء بتوعنا اللي هما سمر ونورهان بنسبة 3:2. من الـ3 حاجات اللي احنا قلناهم، رأس المال وعدد الشركاء والنسبة، نقدر دلوقتي نجيب حصة سمر في رأس المال وحصة نورهان في رأس المال. يلا كده نبدأ نشوف رأس المال بتاعنا كام؟ 20,000. طيب هنجيب حصة سمر ازاي؟ هنضرب 20,000 اللي موجودة عندنا اللي هو رأس المال في النسبة بتاعت سمر. هي النسبة بتاعت سمر كانت كام؟ 3. يبقى هضرب 20,000 في 3 وبنقسم على مجموع النسبة. طب هو مجموع النسبة عندنا بيساوي ايه؟ 3 + 2. يبقى لما اجيب حصة سمر في رأس المال هضرب رأس المال اللي هو 20,000 في النسبة بتاعت سمر اللي هي 3 وبقسم على مجموع النسبة اللي هو 5. يلا كده نشوف مع بعض ازاي هنجيب حصة سمر وازاي هنجيب حصة نورهان. يبقى حصة سمر بتساوي رأس المال اللي في المسألة اللي هو 20,000 جنيه هضرب في النسبة بتاعت سمر اللي هي 3 واقسم على مجموع النسبة اللي هو كام؟ اللي هو 5. يبقى حصة سمر هتبقى 12,000 جنيه. زي ما جبنا حصة سمر نجيب حصة نورهان. حصة نورهان بتساوي رأس المال اللي هو 20,000 جنيه في النسبة بتاعت نورهان اللي هي 2 وهنقسم على مجموع النسبة اللي هو 5. يبقى الحصة بتاعت نورهان 8,000 جنيه. كده جبنا ايه؟ قسمنا 20,000 جنيه بين سمر ونورهان بالنسبة اللي موجودة عندنا في المسألة اللي هي 3 + 2. طيب نرجع تاني بقى، احنا جبنا النسبة، لازم اسأل نفسي هي سمر هتسدد الحصة بتاعتها ازاي ونورهان هتسدد الحصة بتاعتها ازاي. طيب هو قال لي ان سمر هتقدم الحصة بتاعتها في شكل بضاعة 7,000 جنيه واثاث 3,000 جنيه والباقي نقدا. طب احنا فاكرين هي الحصة بتاعت سمر كانت كام؟ كانت 12,000. 12,000 في هنا عندنا 7,000 زائد 3 10,000. 10,000 من 12,000 يبقى بكده باقي على الحصة بتاعت سمر 2000. هتسددهم ازاي؟ هتسددهم نقدا. يبقى سمر كده هتقدم بضاعة 7,000 وهتقدم اثاث 3,000 وهتقدم 2000 جنيه نقدا، يعني من حساب الخزينة. طيب يلا نكمل بقى ونشوف نورهان هتقدم الحصة بتاعتها ازاي. هتقدم بضاعة 2000 وهتقدم سيارة 5,000 والباقي هتسدده نقدا. طب هي الحصة بتاعتها كانت كام لما حسبناها؟ كانت 8,000.
طب 8000 هتقدم 2000 زائد 5 يبقى كام؟ 7000. يبقى لسه باقي 1000 جنيه، هتسددهم ازاي؟ هتسددهم نقدا. طب يلا نعمل كده قيد اليومية بتاع سمر وقيد اليومية بتاع نورهان. جبنا الحصة بتاعت سمر وجبنا الحصة بتاعت نورهان، وعرفنا سمر هتسدد الحصة بتاعتها ازاي، وعرفنا نورهان هتسدد الحصة بتاعتها ازاي. نعمل قيد اليومية بتاع سمر. سمر هيبقى من مذكورين. ليه مذكورين؟ عشان هي هتقدم بضاعة وهتقدم أثاث وهتقدم نقدا الفرق اللي هو 2000 جنيه. يبقى لما يبقى عندي في الطرف سواء كان المدين او الدائن اكتر من حساب، يبقى اقول مباشرة من مذكورين. مين هما المذكورين؟ الاصول اللي هتقدمها الشريكة سمر. هي هتقدم بضاعة 7000 واثاث 3000 وخزينة 2000 الى حساب رأس مال طبعا سمر بالحصة بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي 12000 جنيه. يبقى قيد اليومية بتاعنا مرة تانية هيبقى من مذكورين البضاعة 7000، الاثاث 3000، الخزينة 2000. نجمع 7000 زائد 3000 10000 زائد 2000 12000. 12000 هيبقى المبلغ كله او المجموع الى حساب رأس مال الشريكة سمر. بعد ما عملنا القيد اليومية، عملنا طرف المدين وطرف الدائن، يبقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا بنشرح القيد، بنشرح اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ احنا كنا بنثبت ان سمر سددت الحصة بتاعتها فين؟ في رأس المال. يبقى شرح القيد بتاعنا اثبات سداد سمر لحصتها في رأس المال. نبدأ بقى نعمل قيد اليومية بتاع نورهان. هي نورهان هتقدم ايه؟ هتقدم بضاعة 2000 وهتقدم سيارة 5000، والفرق هتسدده نقدا يبقى حساب الخزينة. طالما نورهان هتقدم اكتر من حاجة يبقى لازم نقول برضو من مذكورين. مين هما المذكورين؟ كل الاصول اللي هتقدمها نورهان اللي هي البضاعة والسيارة والخزينة، ونجمع المجموع بتاعهم 8000 الى حساب رأس مال نورهان. وشرح القيد طبعا اثبات سداد نورهان لحصتها في رأس المال. يبقى هنا عندنا كده قيد اليومية التاني اللي هو الخاص بالشريكة نورهان. نورهان هتقدم بضاعة وهتقدم سيارة وهتسدد 1000 جنيه نقدا. يبقى من المذكورين، مين هم المذكورين؟ حساب البضاعة، حساب السيارة، حساب الخزينة. نجمع 2000 زائد 5 زائد 1000 8000 إلى حساب رأس مال الشريكة نورهان. كده خلصنا قيود اليومية. يبقى نشوف الخطوة التانية أو المطلوب التاني اللي هو الميزانية. نعمل ميزانية الشركة في تاريخ التكوين. طيب احنا ازاي هنعمل الميزانية بتاعتنا؟ بنعمل الميزانية من قيود اليومية اللي احنا لسه عاملينهم. احنا عندنا هنا الجنب ده باخد منه الاصول، بس بقسمها الى اصول ثابتة واصول متداولة، والجنب ده باخد منه حقوق الملكية والخصوم. طيب نبص كده على الجانب ده، في عندنا ايه؟ في عندنا بضاعة وفي عندنا اثاث وفي عندنا خزينة وفي عندنا هنا برضو بضاعة وفي عندنا خزينة وسيارة. طيب لما اجي ابص للاصول الثابتة اللي موجودة عندنا، ايه الاصول الثابتة اللي موجودة عندنا؟ عندنا اثاث وعندنا سيارة. يبقى في عندنا اصول ثابتة، ايه هما؟ الاثاث 3000 والسيارة 5000. يبقى مجموع الأصول الثابتة اللي موجودة عندنا 8000. يلا ننزل زي ما عملنا الأصول الثابتة نشوف نطلع الأصول المتداولة اللي موجودة عندنا.
عندنا بضاعة وعندنا خزينة، بس في هنا عندي بضاعة 7000 وهنا عندي بضاعة 2000، يبقى البضاعة عندي هتظهر في الميزانية بتاعتي بكام؟ بالمجموع بالسبعة زائد الألفين، 7000 زائد 2000 يبقى البضاعة هتظهر عندي بكام؟ ب9000. وتشوف الخزينة، في عندي خزينة فوق لما سمر ده حطت في الخزينة 2000 ونورهان حطت في الخزينة 1000، يبقى الخزينة هتظهر عندي في الميزانية بتاعتي بكام؟ ب3000. طب نشوف الناحية التانية اللي انا بعمل منها الجزء التاني من الميزانية او الجانب التاني من الميزانية بتاعتنا، اللي هو الخصوم وحقوق الملكية. مفيش عندنا خصوم طبعا، بس في عندنا حقوق ملكية. ايه هي حقوق الملكية اللي موجودة عندنا؟ عندنا رأس مال سمر وعندي رأس مال نورهان. يلا نبدأ كده نعمل الميزانية بتاعتنا. الميزانية بتاعتنا طبعا احنا عندنا جانبين، عندنا جانب الأصول بس نقسمها لثابتة ومتداولة. وجبنا الأصول الثابتة منين؟ من قيود اليومية اللي احنا لسه عاملينها. كان في عندنا أثاث 3000 وفي عندنا سيارات 5000، نجمع 3000 زائد 5000 يبقى إجمالي الأصول الثابتة كام؟ 8000. في عندي أثاث 3، في عندي سيارات 5000، أجمع 3000 زائد 5000 يبقى مجموع الأصول الثابتة 8000. زي ما عملنا الأصول الثابتة نعمل كمان الأصول المتداولة. عندنا بضاعة 9000 وعندنا خزينة 3000، أجمع 9000 زائد 3000 مجموع الأصول المتداولة كام؟ 12000. الجنب ده فيه الأصول الثابتة 8000 والأصول المتداولة 12000، لما أجمع الاتنين يبقى مجموع الأصول 20000. أخد ال 20000 مباشرة أوديها الناحية التانية، يبقى ده مجموع الخصوم وحقوق الملكية. نشوف كده حقوق الملكية اللي عندنا. عندنا رأس مال سمر 12000، رأس مال نورهان 8000، أجمع 12000 زائد 8000 يبقى مجموع حقوق الملكية 20000. واحنا حاطين المجموع من البداية لأن الأصول لازم تساوي الخصوم وحقوق الملكية. احنا ما عندناش خصوم هنا في المسألة، عندنا بس حقوق الملكية. طيب ناخد مثال تاني برضو عشان الفكرة تبقى أوضح. لو أنا هبدأ أطلع من التمرين ده صفحة 35، تمرين رقم 2 صفحة 35، لو عايزين نمشي حسب الخطوات اللي احنا تعودنا عليها كل مرة، يبقى أول حاجة لازم أعملها أطلع رأس المال. رأس المال عندنا هنا 800000. تاني حاجة لازم أطلعها عدد الشركاء، عندنا 2 شركاء يبقى عدد الشركاء بيساوي 2. تالت حاجة أطلعها هي النسبة 1 إلى 3، النسبة 1 إلى 3. طيب يلا كده نبص كده مع بعض. يبقى ده رأس المال بتاعنا، ده رقم 1 وأول حاجة، وأول حاجة هنطلعها. تاني حاجة هطلعها عندي مين الشركاء بتوعي؟ عندي علي وعندي محمد، يبقى عندي كام شريك؟ عندي 2 شركاء. طب النسبة بتاعتي كام؟ 1 إلى 3. يبقى هنا عندي رأس مالي 800000، عندي 2 شركاء علي ومحمد، بيتقسم بينهم ال 800000 ده بنسبة 1 إلى 3. طيب من الثلاث حاجات اللي موجودة عندنا اللي احنا طلعناهم، او الثلاث معلومات اللي موجودين في المسألة بتاعتنا، نقدر نجيب حصة علي في رأس المال وحصة محمد في رأس المال. طب يلا نجيب حصة علي. حصة علي في رأس المال هنضرب رأس المال بتاعنا، هنضرب رأس المال بتاعنا اللي هو 800000 في النسبة بتاعت علي اللي هي 1، واقسم على مجموع النسبة اللي هو 1 زائد 3 يبقى 4، يبقى حصة علي كام؟ 200000. زي ما جبنا حصة علي نجيب حصة محمد. حصة محمد برضو بتساوي رأس المال اللي هو 800000 في النسبة بتاعت محمد اللي هي 3، ونقسم على مجموع النسبة اللي هو كام؟ اللي هو 4، يبقى 600000. يبقى كده احنا جبنا ايه؟ جبنا حصة علي في رأس المال، وجبنا حصة محمد في رأس المال.
اول ما اطلع الحصه بتاعت الشركاء بتوعي في راس المال، اول حاجه اسال نفسي عليها مباشره كل واحد فيهم هيسدد الحصه بتاعته ازاي. لما نرجع للبيانات بتاعت المساله عليه هيسدد الحصه بتاعته نقدا، هيبقى من حساب الخزينه الى حساب راس مال علي. ونشرح طبعا القيد بتاعنا يبقى اثبات سداد علي لحصته فين في راس المال. طيب محمد هيسدد الحصه بتاعته، علي طبعا ما عندناش مشكله في الموضوع بتاعه لان علي هيسدد الحصه بتاعته نقدا، لكن في عندنا مشكله بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمحمد، لان محمد هيقدم محل تجاري هو بيملكه. طالما واحد من الشركاء او احد الشركاء او الشركاء اللي موجودين بيتنازلوا عن محل تجاري، يبقى لازم اجيب حاجه اسمها صافي الاصول. لازم اجيب ايه؟ صافي الاصول. طب صافي الاصول بيساوي ايه؟ صافي الاصول بيساوي الاصول ناقص الخصوم، يبقى مجموع الاصول بتاعت الشريك ناقص الخصوم اللي على الشريك يديني صافي الاصول. اول ما اجيب صافي الاصول اروح مباشرة اقارن بين صافي الاصول وبين حصة الشريك في رأس المال. يبقى لازم نعمل ايه؟ الاول اجيب صافي الاصول. جبت صافي الاصول اروح اقارن ما بين صافي الاصول بتاعت الشريك والحصة بتاعته في رأس المال. يلا كده نروح نشوف محمد صافي الاصول بتاعته كام. احنا عرفنا ان الحصة بتاعت محمد 600,000 جنيه. طب يلا نروح نشوف الاصول اللي مقدمها صافي الاصول بتاعته كام عشان نعرف هل هي مساوية للحصة ولا اقل ولا اكبر. هنرجع تاني للمسألة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده ان علي هيسدد الحصة بتاعته نقدا، واحنا خلاص عملنا قيد اليومية، قلنا من حساب الخزينة الى حساب رأس مال علي 200,000 200,000، وشرحنا القيد بتاعنا وقلنا بنثبت سداد علي لحصته فين في رأس المال. لما جينا شفنا محمد هيعمل ايه، قال ان محمد هيقدم محل تجاري. محمد هيقدم ايه؟ محل تجاري. طب طالما محمد هيقدم محل تجاري يبقى لازم نجيب له صافي الاصول. طب يلا كده نشوف صافي الاصول بتاعه محمد هتبقى كام. دي الميزانيه بتاعه محمد. انا دلوقتي ما يهمنيش غير مجموع الاصول بتاعه محمد واشوف الخصوم بتاعته عشان اطلع صافي الاصول. طيب احنا شايفين ان مجموع الاصول بتاعت محمد 800,000 وهو عليه اوراق دفع 200,000، فلما اطرح ال 200,000 من ال 800,000 يبقى صافي الاصول بتاعته كام؟ 600,000. احنا مش محتاجين نحسبها هنا لان انا قدامي ميزانية. الميزانية دي عبارة عن اصول، مجموع الاصول ثابتة زائد متداولة، والجنب الثاني فيه الخصوم وحقوق الملكية. فلما اطرح اوراق الدفع اللي هي 200,000 من مجموع الاصول اللي هي 800,000 بيطلع لي صافي الاصول اللي هي كام؟ 600,000، اللي هي نفسها رأس المال بتاع مين؟ بتاع محمد. طيب يبقى كده احنا عرفنا ان صافي اصول محمد 600,000 والحصه بتاعته في راس المال برضو 600,000، يبقى كده هنا صافي اصوله تساوي الحصه بتاعته. يبقى هنا في ما فيش عندنا مشكله، ونبدا نعمل قيد اليوميه بتاع محمد. قيد اليوميه بتاع محمد هيبقى جنب الاصول هيبقى من مذكورين. جنب الاصول هاخد الاصول بتاعته كلها هيبقى من مذكورين. دي الاصول اللي هو مقدمها، اللي هي ايه؟ هو قدم أراضي ب100,000، وقدم آلات 150,000، وقدم أثاث 50,000، وقدم خزينة 300,000، وقدم بضاعة 200,000. هيبقى من مذكورين مين هما؟ الأراضي والآلات والأثاث والخزينة والبضاعة إلى مذكورين، اللي هو الجنب التاني اللي هو جنب حقوق الملكية والخصوم. ايه هما؟ اوراق الدفع هيبقى 200,000 جنيه، ورأس المال بتاعه 600,000 جنيه. ولازم الجانب المدين يساوي الجانب الدائن.
يلا نبدأ نعمل قيود اليومية بتاعتنا، نعمل قيد اليومية بتاع علي ونعمل قيد اليومية بتاع محمد. قلنا ان علي حصته لما حسبنا الحصة بتاعته لقيناها 200,000، وهيسدد الحصة بتاعته نقدا، يبقى من حساب الخزينة الى حساب رأس مال علي، من حساب الخزينة الى حساب رأس مال علي 200,000 200,000. وهنا شرح القيد اثبات سداد علي لحصته في رأس المال. نكمل مع بعض نشوف بقى محمد. محمد هياخد كل الاصول اللي موجودة في الميزانية بتاعته، يبقى من مذكورين من هما الاراضي، حساب الاراضي وحساب الالات وحساب الاثاث وحساب الخزينة وحساب البنك. ما جبتش حاجة من عندي، انا خدت كل الاصول اللي موجودة في الميزانية بتاعته ونزلتها زي ما هي بالقيم اللي موجودة اللي ظاهرة في الميزانية بتاعته، لان لما جبنا صافي الاصول طلعت ان صافي الاصول مساوية للحصة بتاعته فين؟ في رأس المال. الى مذكورين، مين هم المذكورين؟ اوراق الدفع، الخصوم او الالتزامات اللي عليه 200,000، ورأس المال بتاعه اللي هو كام؟ 600,000. ونشرح القيد اثبات سداد محمد لحصته في رأس المال. كده عملنا تمهيد الحل، جبنا حصة علي في رأس المال وجبنا حصة محمد في رأس المال. سألنا نفسنا هو علي هيسدد الحصة بتاعته ازاي، وعرفنا ان هو هيسددها نقدا، وسألنا نفسنا هو محمد هيسدد الحصة بتاعته ازاي، وعرفنا ان هو هيتنازل عن محل تجاري. طالما محمد هيتنازل عن محل تجاري يبقى لازم اجيب له صافي الاصول. صافي الاصول المعادلة بتاعتنا بتقول مجموع الاصول ناقص مجموع الخصوم. لما طرحنا الخصوم بتاعت محمد اللي هي 200,000 اللي هي متمثلة في اوراق الدفع من مجموع الاصول بتاعته اللي هي 800,000، صافي الاصول بتاعه طلع 600,000. لما قارنا صافي الاصول بتاعت محمد بحصته في رأس المال طلعوا متساويين، فخدنا الاصول بتاعته في الجانب المديني يبقى من مذكورين، وخدنا الخصوم وحقوق الملكية اللي موجودة عنده اللي هو رأس المال الى مذكورين، وعملنا كده ايه؟ قيود اليومية. من قيود اليومية هنعمل الميزانية بتاعت الشركة في تاريخ التكوين. طيب الجنب ده بنعمل منه الاصول، بس بنقسمها لاصول ثابتة زي ما بنعمل كل مرة واصول متداولة، والجنب ده بنعمل منه حقوق الملكية والخصوم. طب يلا نبص نشوف ايه الاصول اللي موجودة عندنا. في عندنا خزينة، في عندنا اراضي، الات، اثاث، خزينة، بنك. طب ايه اللي موجود عندنا في الجانب الثاني؟ في عندنا رأس مال علي، وفي عندي رأس مال محمد، وفي عندي اوراق الدفع. يلا نعمل الميزانية بتاعتنا. عندنا اصول ثابتة، عندنا اراضي، عندنا الات، عندنا اثاث. اراضي 100,000، والات 150,000، واثاث 50,000، اجمع يبقى مجموع الاصول الثابتة 300,000. نشوف الاصول المتداولة اللي موجودة عندنا. عندنا اصول متداولة، عندنا خزينة 500,000. ليه الخزينة عملناها 500,000؟ لان الخزينة عندنا في قيود اليومية، لما نرجع لقيود اليومية، علي حط في الخزينة 200,000 ومحمد حط في الخزينة 300,000، يبقى الخزينة بتاعتنا هيبقى فيها 500,000. يبقى هنا نرجع تاني الاصول الثابتة ونجمع الاصول المتداولة، خزينة 500,000 لان علي حط في الخزينة 200,000 ومحمد حط في الخزينة 300,000، وعندنا بنك 200,000. مجموع الاصول المتداولة هيبقى 500,000 زائد 200,000 700,000،
اجمع 300,000 زائد 700,000 يبقى مجموع الاصول مليون. هاخد المليون مباشرة وانقلها من هنا للناحية التانية يبقى مجموع حقوق الملكية والخصوم. يلا ننقل كده المجموع بتاعنا المليون ونبدأ أول حاجة نعملها نشوف حقوق الملكية. حقوق الملكية بتاعتنا كانت عبارة عن ايه؟ في قيد اليومية بتاعنا كان عندنا رأس مال علي 200,000 وعندنا رأس مال محمد 600,000. يبقى حقوق الملكية بتاعتنا كان رأس مال علي 200,000 ورأس مال محمد 600,000، أجمع 200 زائد 600 بأجمال حقوق الملكية بتاعنا 800,000. في عندنا خصوم؟ عندنا خصوم، مش كان عندنا أوراق دفع؟ طيب أوراق الدفع كانت كام؟ 200,000. لما أجمع 800,000 زائد 200,000 يبقى الإجمالي مليون. واحنا حاطين المجموع من الاول او حاطين الاجمالي من الاول لان دي ميزانية، فلازم الجانب بالاصول يساوي جانب الخصوم وحقوق الملكية. طيب نبدأ نشوف مثال كمان، صفحة 36 بيقول لي قرر الشريكان سالم ومحمود انشاء شركة تضامن برأس مال 400,000 جنيه مقسم بينهما بنسبة 4:6 على ان يسدد كل منهما حصته كما يلي. سالم هيقدم اثاث 50,000 ونقدية بالبنك 90,000، محمود هيقدم 140,000 اراضي و 130,000 سيارات وفي دائنون 20,000، واتفقوا انهم هيقبلوا كل البنود، يعني ما فيش عندنا تعديل في القيم اللي موجودة عندنا، هيقبلوا البنود اللي موجودة دي بدون اي تعديل فيها، وعلى ان يسدد النقص او يسحبه، يعني لو في عنده حد عنده نقص هيسدده نقدا ولو في حد عنده زيادة هيسحبها نقدا. طيب لو احنا هنمشي زي ما احنا متعودين وزي ما احنا خلاص يعني بقينا عارفين احنا بنعمل ايه، اول حاجة هنعملها هنعمل ايه؟ هنطلع البيانات الاساسية اللي احنا هنستخدمها عشان نطلع حصة كل شريك من الشركاء اللي موجودين عندنا. يبقى اول خطوة اعمل ايه؟ تمهيد الحل. تمهيد الحل اول حاجة اطلعها رأس المال. رأس المال هنا عندنا كام؟ 400,000 جنيه. طيب عدد الشركاء عندنا كام شريك؟ عندنا 2 شركاء. طيب متقسم بينهم رأس المال ده بنسبة كام؟ 4:6. يبقى طلعنا رأس المال وطلعنا عدد الشركاء وطلعنا النسبة، نبدأ نجيب الحصة بتاعت كل شريك. طب يلا كده نبص مع بعض كده ازاي هنجيب حصة كل شريك. اجيب حصة الشريك سالم هيبقى رأس المال اللي هو 400,000 هضربه في النسبة بتاعة سالم اللي هي 4 واقسم على مجموع النسبة اللي هو 4 زائد 6، يبقى هنقسم على 10، هيبقى كام؟ الحصة بتاعة سالم 160,000. زي ما جبنا حصة سالم نجيب حصة محمود، برضو عندنا رأس المال 400,000 هضرب في النسبة بتاعة محمود اللي هي كام؟ 6، واقسم على مجموع النسبة اللي هو 4 زائد 6، 10، هيبقى 240,000. كده طلعنا حصة الشريك سالم طلعت 160,000 وحصة الشريك محمود طلعت كام؟ 240,000. طيب يلا نرجع نشوف سالم هيقدم ايه اصول وكمان محمود هيقدم ايه عشان نعرف الحصة بتاعت الشريك ده مساوية للي هيقدمه ولا في نقص او في زيادة. طيب سالم الاصول بتاعته اللي هيقدمها 50,000 زائد 90,000، يبقى مجموع الاصول اللي هيقدمها سالم كام؟ 140,000، بس هو الحصة بتاعته كام؟ 160,000، يبقى كده في نقص صافي الأصول عن الحصة بتاعته كام؟ 20,000. ال20,000 دي هيقدمها نقدا، هيقدمها ايه؟ نقدا. يبقى لما اجي اعمل القيد اليومية بتاع سالم هيبقى 50,000 زائد 90,000
زائد 20,000. طيب بالنسبة لقيد بالنسبة لمحمود، محمود هيقدم 140,000 زائد 130,000 وعليه ديون 20,000. 140 زائد 130 يبقى 270,000. 270,000 ناقص 20,000 يبقى 250، وهو الحصة بتاعته كام؟ 240. يبقى هو هنا عنده زيادة. يبقى أنا عندي هنا سالم عنده نقص في الحصة بتاعته هيسدده نقدا، محمود عنده زيادة في الحصة بتاعته هيسحب الزيادة نقدا. يلا نرجع تاني كده نشوف، شايفين سالم هيقدم أثاث 50,000 وهيقدم نقدية في البنك 90,000. 50 زائد 90 140,000، بس هو الحصة بتاعته كام؟ 160,000. يبقى في عنده ناقص كام؟ 20,000. قال ان هو هيسدده ايه؟ هيسدده نقدا. طيب نشوف محمود، محمود هيقدم اراضي 140,000 وهيقدم سيارات 130,000، بس عليه دائنون، عليه ديون 20,000. 270,000 ناقص 20,000 يبقى صافي الأصول بتاعة محمود كام؟ 250,000، وهو الحصة بتاعته كام؟ 240,000. يبقى هو هيسحب 10,000. يلا نشوف كده قيود اليومية، نشوف الميزانية بتاعتنا. بالنسبة لسالم هيبقى من مذكورين حساب الأثاث وحساب البنك إلى حساب رأس المال 140. في عنده نقص كام؟ 20,000 جنيه. هيسددها ازاي؟ هيسددها نقدا. هيبقى من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال. طيب بالنسبة لمحمود، محمود عنده 140 أثاث وعنده بنك 130,000 إلى حساب أوراق الدفع وحساب رأس المال، بس هنا عنده رأس المال بتاعه فيه كام؟ 250,000، وهو الحصة بتاعته كام؟ 240,000. يبقى لازم يسحب 10,000. هيبقى من حساب رأس مال محمود إلى حساب الخزينة. يلا نعمل الميزانية بتاعتنا. عندنا أصول ثابتة، عندنا أثاث وعندنا أراضي وعندنا سيارات. نجمع يبقى ده إجمالي الأصول الثابتة. عندنا أصول متداولة، خزينة وبنك. نجمع إجمالي الأصول المتداولة، نجمع إجمالي الأصول الثابتة زائد إجمالي الأصول المتداولة، وناخد المجموع نوديه الناحية التانية، يبقى إجمالي حقوق الملكية والخصوم. عندنا حقوق الملكية رأس مال سالم 160، وعندنا رأس مال محمد 240. إجمالي حقوق الملكية بتاعنا أو رأس المال بتاعنا 400,000. في عندنا خصوم، في عندنا أوراق دفع 20,000. في عندنا أوراق دفع 20,000، 400,000 زائد 20,000 420,000. عايزاكم تحلوا المسألة اللي هي في صفحة 35، بس هنغير حاجة واحدة، هنغير أوراق الدفع بدل ما هي 200,000 هنخليها 300,000. ونتقابل إن شاء الله في المحاضرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.